سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. وكنعتذر على الغيبه، انا عارفه راسي عاوتاني غبرت عليكم واحد المده، اسمحوا لي بزاف. يعني يلاه داز العرس ديالي، راكم عارفين توجد والحفله راه كتاخذ شويه ديال الوقت باش كتوجدي لها. صافي الحمد لله دابا كلشي داز على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معكم المنتجات ديال الخدمه ديال راجلي كما كتشوفوا، لان حتى هي عندها علاقه بالصناعه التقليديه المغربيه وبغيت نشاركها معكم. لان بعض المتابعات ديالي كنعرفوا ما كنتواصل معاهم وعجبتهم هاد السلعه هادي وصيفطتها لهم، يعني داخل المغرب وخارج المغرب. فاللي بغات شي حاجه من هادشي ممكن تواصل معايا في الواتساب، غادي نعطيها الاثمنه ديال كل حاجه. وبالنسبه هنايا السلعه راه كاينه متوفره يعني بالجمله والتقسيط، يعني اللي بغات شي حاجه من هادو ما السلعه هادي ممكن تواصل معايا في الواتساب ونعطيها جميع المعلومات اللي بغاتها. بالنسبه للخدمه كلها كتخدم على اليد هنايا في مدينه فاس، يعني كتخدم شي حاجه كاليتي مزيانه ماشي سواقيه. المهم ان شاء الله غادي تشوفوا الفيديو وتتابعوه حتى الاخر ديالو، وغادي تشوفوا لي موديل اللي كاينين. هادو غير بعض منهم اللي كانوا عندي في الدار. من بعد ان شاء الله غادي نحاول كل مره يكون شي برودوي جديد غادي نصور لكم ونحط لكم تشوفوه كيفاش داير. وبالنسبه للتوصيل انا ممكن نصيفط لكم هنايا داخل المغرب في امانه، غادي يكون الثمن ديالو شويه رخيص. بالنسبه هنا داخل المغرب ما عندناش مشكل، خارج المغرب هو اللي غادي يكون صعيب انني نصيفط امانه. فاغلبيه انا كنتعامل مع جنوب فواياج اجونس، ديما كنتعامل معاه تقريبا هادي عامين باش انايا بديت كنصيفط معاهم. الحمد لله عمري ما لقيت معاهم حتى شي مشكل، والسلعه ديالي كيوصلوها لاي كليانه خارج المغرب في اوروبا. فمرحبا بكم البنات، يعني اي وحده عجبتها شي حاجه ممكن تواصل معايا في الواتساب. نخليكم تكملوا الفيديو، فرجه ممتعه.